أبارك لك بمولودك الجديد. في اليوم الرابع من شهر شعبان المعظم سنة 26 للهجرة، ولد لأمير المؤمنين علي عليه السلام طفل أسماه العباس. والعباس أخ للحسين من أبيه. اختار أمير المؤمنين عليه السلام أمه السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية المكنات بأم البنين من أشجع بيوتات العرب، لتلد له ولدا يكون ناصرا لولده الإمام الحسين في كربلاء وحاملا رايته. عاش العباس في كنف والده أمير المؤمنين طيلة 14 عاما أيام مكوثه في المدينة المنورة والعراق، وشهد مع أبيه واقعتي صفين والنهروان، وشارك بهما مع حداثة سنه. ففي واقعة صفين برز إلى القتال في مظهر فارس ملثم تعلوه الهيبة وتظهر عليه الشجاعة، فما نازل أحدا إلا وقتله. وفي واقعة النهروان أوكله أمير المؤمنين مع مجموعة من الفرسان بحراسة حافة أحد الأنهار، خشية أن يعبر الأعداء إلى قلب المعركة وتتغير معادلة القوى بين الفريقين. ولقد سجل العباس آنذاك مواقف شجاعة وبطولات هاشمية مشرفة حتى لقب بسبع القنطرة. وفي اللحظات الأخيرة من عمر أمير المؤمنين علي عليه السلام أخذ ولده العباس وضمه إلى صدره الشريف قائلا له: ولدي، وستقر عيني بك في يوم القيامة. ولدي، إذا كان يوم عاشوراء ودخلت المشرعة إياك أن تشرب الماء وأخوك الحسين عطشان. نهض الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام رافضا الاعتراف ليزيد بن معاوية بتمثيله لدين جده. لقد أصبح الخطر داهما، فخرج الإمام الحسين عليه السلام من جوار رسول الله في نفر من أهل بيته وأصحابه وبرفقته نساؤه وأبناؤه. ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم. ما كان الإمام الحسين عليه السلام ليتخطى تعليمات أبيه أمير المؤمنين عليه السلام فيما يخص حامل اللواء، ولذلك خص الإمام الحسين عليه السلام العباس بحمل لوائه دون أهل بيته وأصحابه، ودفعه إليه منذ خروجه من الحجاز متوجها إلى العراق. لقد قبض العباس لواء الإمام الحسين بيد من حديد، فلم يسقط منه إلا بسقوطه عليه السلام من على جواده في آخر مرة استسقى فيها لعطاش كربلاء. كان العباس يعرف منذ طفولته بسقاية الماء، تلك الميزة التي ورثها من سلالة كريمة خلفا عن سلف. وفي كربلاء تمكن عليه السلام من اقتحام نهر العلقمي والحصول على الماء وإيصاله إلى مخيم الإمام الحسين عليه السلام أكثر من مرة، هذا وقد سدت أمامه الشرائع وتناصرت على ذلك أجلاف الكوفة. ولكن لما اشتد العطش بمخيم الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم، وسمع العباس عويل النساء والأطفال، طلب من أخيه الإمام الحسين السماح له بالبراز لجلب الماء. كانت تلك المرة الأخيرة التي يستسقي فيها لهم، والتي استشهد على إثرها عن عمر يناهز 34 ربيعا.
كان العباس طيلة أيام حياته ينادي الإمام الحسين بالسيادة لا بالأخوة، إلا في تلك اللحظة التي هوى فيها إلى الأرض صريعا ناداه بأعلى صوته: أدركني يا أخي. كان العباس المحامي والمدافع والناصر، ونعم الأخ المواسي لأخيه. وقد أشاد الإمام زين العابدين عليه السلام بهذه المواساة النادرة من عمه، حتى قال عليه السلام: رحم الله عمي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وأن للعباس عند الله تعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.